السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، متابعيني في كل مكان. بقى لي فترة قاعد ومأنتخ وما بقولش أي حاجة في أي حاجة، بتابع الأخبار من بعيد، رغم إن أنت عندك كأس الأمم الأوروبية وكوبا أمريكا وموسم الانتقالات الصيفية، يعني حاجات ممكن تعمل منها 60,000 فيديو في اليوم، تملى الدنيا كلها وتفضل تتكلم كورة في كورة وتنام في كورة في كورة. ولكن الأحداث اللي بتحصل مع إخواننا مؤثرة بشكل كبير جدا، اللهم ارفع عن الأمة البلاء والغلاء. وفي الوقت نفسه بيجي لك خبر كده بيستفزك ان انت تطلع وتتكلم، بتطلع عاوز تطلع وتتكلم، ليه انتوا بتقولوا كده؟ طبعا كلنا سامعين عن الضجة الكبيرة جدا اللي حاصلة بسبب نهاية التعاقد مع سلمان الفرج نجم نادي الهلال السعودي والتاريخ الكبير جدا، وابن من ابناء نادي الهلال اللي لعب او بدأ مسيرته مع الفريق الاول من موسم 2008 حتى 2024 او نهاية 2024، يعني لو هتيجي تحسبها كده حوالي 15 سنة او 15 موسم فعليين مع نادي الهلال السعودي، حقق فيهم 24 بطولة منهم 21 بطولة رسمية، منهم 8 دوري سعودي، منهم 2 دوري أبطال آسيا. يعني بتتكلم في تاريخ كبير جدا مع نجم، مع قائد، مع كابتن. لكن لما تيجي تلاقي بعض الناس تروح جاي كاتبه لك خبر الهلال يغدر بسلمان الفرج، يعني هل العنوان ده يليق؟ يعني ايه الموضوع المقصود بيه؟ ان انت عايز تهز الكيان، ان اداره الهلال او الكيان الهلالاوي الزعيم يتهز بهذا الخبر؟ ان انت لما تقول لي ان الهلال يغدر بسلمان الفرج، اي غدر؟ انت بتقصد ايه؟ هو مش كره القدم دي فيها مراحل، وفي انت مراحل من اجل تحقيق بطوله وتحقيق هدف وتحقيق وتحقيق، مش ده اللي انت اتعلمناه والاسس اللي انت بتتكلم فيها؟ يعني انت مثلا ايه، بدات ناشئين، طبعا هو سلمان الفرج كان من ناشئي وبراعم نادي الهلال، ثم تصعد سنه 2008 للفريق الاول لنادي الهلال، وبدا مسيرته في تحقيق النتائج والانجازات الكبيره والضخمه في مسيره نادي الهلال مع الزعيم، حتى جاء وقت للتغيير، مش للتغيير كمان، ان الهدف السامي عند نادي الهلال، وهو مش بيع سلمان الفرج ولا الاستغناء عنه ولا زي ما بعد كده اللي بيتكلم يقول، ولكن الفترة الزمنية الحالية لنادي الهلال ان سلمان الفرج، انت معانا طبعا، هو سلمان الفرج قلبا وقالبا مع نادي الهلال، عشان اقول لك من الاخر كده، سلمان الفرج هتقول لي هيروح القادسية، هيروح الاتحاد، هيروح الاهلي، قلبه في الهلال. خلينا واقعيين في الشكل ده وفي النقطة دي كويسة جدا. وهل نادي الهلال لما كان بيركن سلمان الفرج على الدكة عشان الهلال يلعب بروبن نيفيز وسافيتش في خط الوسط، كان ده يعني مثلا ايه، باع نادي، باع لسلمان الفرج؟ لا، ما باعوش. ده انت بتعمل لنتائج وتحقيق هدف نادي الهلال، وده اللي بيشتغل عليه برضه سلمان الفرج وسالم الدوسري. واحنا شفنا الكلام اللي كتبه سالم الدوسري على موقعه وموقع اكس او منصة اكس، كلام مهم جدا وجميل جدا، معبر على مسيرة سلمان الفرج مع نادي الهلال، وانه صديق وعمره ورفيق ونجاحه، كلام كتير جدا. وهيجي وقت ان سالم الدوسري نفسه مش هيبقى موجود في صفوف نادي الهلال. هي دي الحياة الكروية، انت مش هتقدر تلعب للخمسين ستين سنة. وبعدين انت لما تيجي تفكر بقى دلوقتي، المنظومة الهلالية يا جماعة بتفكر في نجاح الهلال، ايه اللي هينجح الهلال ويوصل نادي الهلال للعالميه؟ انت دلوقتي بتتكلم ان نادي الهلال داخل على كاس العالم للانديه، كاس العالم للانديه، وطبعا انت عندك كام صفقه مشوا من نادي الهلال او كام نجم مشوا من نادي الهلال. لما تيجي تتكلم تقول لي سلمان الفرج ومتعب، متعب الفراج، انا مش فاكر اسمه بالظبط، وعندك صالح الشهري، وعندك ميشيل دلجادو في الرحيل، يعني عندك في نجوم ماشيه من نادي الهلال بشكل كبير جدا. طيب ايه المطلوب في الفترة الحالية، وايه السمات اللي موجودة عند نادي الهلال؟ هو تكوين فريق مونديالي لكأس العالم. الهلال خرج من كونه فريق محلي في الدوري السعودي الى من فريق قاري، ان هو زعيم نادي اسيا،
او زعيم دوري ابطال اسيا الى كونه فريق عالمي لما فاز في كاس العالم للانديه وخد المركز الثاني، الى انه بيفكر النهارده ان انا اكون على الاقل في كاس العالم للانديه القادم من الاربعه الكبار، الوصول الى المربع الذهبي، الوصول الى دور الثمانيه، يعني هدف كبير جدا. وانا بقول لك ان جمهور الهلال طمعان في تحقيق البطوله، لان طموحات نادي الهلال وجمهور نادي الهلال كبيره جدا، طموحات كبيره جدا وعاليه جدا، سقف الطموح عند نادي الهلال عالي وكبير جدا. سلمان الفرج يعي جيدا الموضوع ده، وعارف ان مشواره عند نادي الهلال سيستكمل بشيء اخر، وان استكماله مع نادي الهلال هو الابتعاد عن نادي الهلال، او ان هو ايه يسيب المجال لغيره لتحقيق الهلال الزعيم بطولات اخرى. لازم نكون فاهمين النقطه دي كويس قوي، ان انت لما تيجي تقول لي النهارده ان الهلال غدر، الهلال باع، الهلال عمل كذا كذا، يعني كلمه كبيره يا جماعه، كلمه مستفزه، انت لما تيجي تقولها لي بتخلي النفوس تشيل من بعضيها، يعني هل تبقى مؤثره؟ ما ينفعش ان واحد يكتبها في مقاله او يكتبها في بوست او يطلعها في فيديو ويقول الكلام ده كله، لان في الحاله الكرويه احنا شايفين. يعني انت مثلا هل ريال مدريد غدر بكريستيانو رونالدو لما سابه يروح راح فين؟ ليفونتس، لما راح ليفونتس. او برشلونه غدر بميسي، او ميسي غدر ببرشلونه. الموضوع كله بيتقاس بمصلحه الفريق والنجوميه، وان كنت انا بشايف ان ميسي لما ساب برشلونه كان حركه مش كويسه، هم اثروا، يعني برشلونه وريال مدريد لما والدوري الاسباني عامه لما مشي ميسي ورونالدو منه اثروا بشكل كبير جدا على مشاهده ريال مدريد وبرشلونه والدوري الاسباني ككل، واثروا بشكل كبير جدا. وانت بتتكلم على اتنين لعيبه عشان تيجي تجيب ليهم بديل بشكل كبير جدا. نرجع مرجوعنا وهو سلمان الفرج، لان النقطه بتختلف شويه، وانا الموضوع دخل معايا في حته تانية ما اعرفش اطلع منها، بس انا هطلع منها واسحب منها، ان سلمان الفرج الهلال لم يغدر به وما باعوش. هي مسيره كره القدم زي ما احنا عارفينها بتتم بالشكل التالي. مكان سلمان الفرج لو راح اي نادي تاني في الفتره الحاليه، وانا بقول لك هو رايح نادي اخر، هو قلبه في نادي الهلال وبيحب نادي الهلال، وعارف ان مصلحه نادي الهلال في الوقت الحالي ان هو ما يكونش موجود في صفوف نادي الهلال، لان انت داخل على موسم مونديالي كبير جدا، كاس العالم للانديه بشكله الجديد، بشكله الاكبر، بشكله اللي احنا لسه مش عارفين هيكون الافضل، من وجهه نظري هيكون افضل ان شاء الله باذن الله. نتمنى ان الهلال يكون موجود في المربع الذهبي، الهلال يحقق البطوله، ده طبعا جمهور الهلال عنده شغف في البطوله وفريق متطلب او جمهور متطلب للبطوله، وان شاء الله باذن الله نشوف نادي الهلال في مركز متقدم في كاس العالم للانديه القادم ان شاء الله باذن الله، وتحقيق دوري ابطال اسيا، وحط تحت دوري ابطال اسيا كم خط، لان في الموسم الماضي حصل شويه اخطاء، ومنها متعلقه في اداره الكره في السعوديه اللي هي ظلمت الانديه اللي كانت مشاركه بالضغط الكروي، ان انا ما اجلكش مباراه وما اعملكش لغايه ما اثر، ان احنا شفنا ان الفرق السعوديه زي الاتحاد والنصر والهلال بيخرجوا، يعني الهلال خرج من دور قبل النهائي والنصر خرج من دور الثمانيه والاتحاد نفس الحكايه خرج من دور الثمانيه، فاحنا عايزين نشوف تنظيم افضل من اتحاد الكره السعودي، وانه يدي الفرصه للفرق المشاركه في دوري ابطال اسيا بشكل كافي. واحنا النهارده عندنا ان الهلال والنصر والاهلي والتعاون، ونتمنى ان شاء الله باذن الله التوفيق. كره القدم بتكلم سعودي، واعمل هاشتاج معايا وفعله وندعي لاخواننا، اللهم ارفعنا الامه البلاء والغلاء، ووحشتوني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.